خليني اقول لحضراتكم التشكيل الخاص بالنادي الاهلي اللي هيلعب المباراه الوديه دلوقتي. والتشكيل في حراسه المرمى علي لطفي، في خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيعه، محمد نجيب، وباسم علي. محمد هاني هيكون ظهير ايسر طبقا للتشكيله اللي تم ارسالها ليا الان. وفي نص الملعب عمرو السوليه وحسام عاشور، قدامهم اسلام محارب، احمد حمودي، ناصر ماهر، وعمر جمال. دي تشكيله النادي الاهلي في المباراه اللي هتنطلق بعد دقائق امام فريق نيوبورت كاونتي الانجليزي.